علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. إخواني في الله، في هذا اليوم المبارك نستضيف فضيلة الشيخ هيثم السرحان ليحدثنا عن وصايا لطلاب العلم، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احمد الله سبحانه وتعالى ان جمعنا في هذا المكان، واسال الله سبحانه وتعالى بجوده ومنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا بنبينا عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى من الجنه. والله هذا المقام أنتم أولى بالكلام مني فيه، لكن لعلي أتكلم بمقدمة ثم أسمع منكم إن شاء الله تعالى، ويعذرني البعض لو تقدمت على بعض المشايخ الحضور، الله يجزاكم خير. والله أخواننا، أنا ودي كان أتكلم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. انقسم الناس في الدعوة إلى الله إلى طرفين ووسط. قسم لا يدعو إلى الله أبدا ويشترط شروط في الدعوة، أمور أنتم أدرى مني بها، يقول كذا وكذا وكذا، مثل ما اشترطوا مثلا شروط للمجتهد، بعض الناس من اشترطوا شروط في المجتهد، وقال البعض أن هذه الشروط حتى لا توجد في الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة. القسم الثاني من يدعو إلى الله على جهل، ولا يخفى عنكم من يسير على هذه الطريقة، يخرجون للدعوة وكذا بلا علم ولا فقه، ويعني أمور مبتدعة وكذا، ولا يعلم الناس التوحيد وغيرها. والصحيح الوسط، أننا لابد ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بشروط الدعوة، وعلى ما ذكر العلماء رحمهم الله أن شروط الدعوة خمسة. الأول الإخلاص، الثاني العلم الشرعي، الثالث معرفة حال المدعو، الرابع الحكمة، الخامس الصبر. أنا أرى أخواننا سبب اختيار الموضوع هذه الليلة في هذا المكان، بفضل الله أخواننا في هذه الدولة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولها التوفيق والسداد. الله أخواننا ترى مشاريع إغاثة، أمور والله أخواننا ما تراها، قد لا ترى في أي دولة من الدول، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليكم. لكن لماذا لا تستغل هذه الأمور الإغاثية، أقصد أن تكون الإغاثة مع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اللي يأخذ مثلا قطعة خبز مثلا، أو مثلا أرز أو كذا، لماذا لا يكون مع هذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تعلم التوحيد. يا أخي سواء يعطي الخبز هذا لمسلم أو لغير مسلم. فسألت بعض من يعمل في الإغاثة وأسألهم لماذا ما نستغل هذه الفرص الآن، أنت تعرف بعض اللي يقوم على هذه الجمعيات هو طالب علم أصلا ودرس ويعرف أهمية الدعوة وأهمية كذا. قل الإغاثة الآن عندما أنت تعمل في الإغاثة، لماذا هؤلاء العاملين يا أخي اختار منهم وهيئهم للدعوة إلى الله ويستقبل هؤلاء من يأتي. هل أنت تصلي؟ إذا قال لا أصلي، نقول لماذا لا تصلي؟ تعرف تقرأ الفاتحة؟ أشياء يسيرة، لا يلزم أن تطول، أشياء يسيرة، اعقد لهم دروس، اعقد لهم كذا. الشيخ القرعاوي رحمه الله
عندما أرسلوه إلى جنوب المملكة العربية السعودية، شيخ القرعاوي أخواننا ترى لم يكن عنده ذاك العلم. صحيح، نعم، حتى من محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثلا، مشايخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا أعلم منه، لكن الله سبحانه وتعالى وضع لهذا الرجل القبول في الأرض، وبدأ يعمل في الدعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد. وشوف يعني ماذا يعني حصل، انتشرت دعوة الشيخ. فقرعاوي رحمه الله كان يستغل هذه الفرصة، الإغاثة يجعلها مع التعليم. ويقول لو لم يصنع القرعاوي شيئا إلا أنه أخرج حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، يقول كفى، هذا يكفيه. كيف هو يعني كثير من هؤلاء الجهال يعني أرجعهم إلى الدين. بعض الناس يسأل يقول طيب يا أخي تريد أن نفتي؟ يا أخي لا تفتي، وعندنا يقول كلمة الله أعلم يفهموها ولا لا، تتفلسف يعني، لا تخرج عن النص الذي لا تشك فيه 1%. هذا ادعو له توحيد تشك فيه؟ لا. لو قال لك قائل الآن صلاة المغرب كم ركعة، تقول أنا ما أفتي؟ ما تشك في أن صلاة المغرب 3 ركعة. هذول أخواننا الذين جاءوا الآن هنا مثلا من هذه البلاد وتعلموا الآن. سألت مرة واحد في الطائرة، التقيت به في الطائرة راجعين من كينيا إلى المدينة، في الطائرة تعرف نتكلم وكذا. سألته أنا تخرجت؟ قال نعم، تخرج من الجامعة الإسلامية. اشتغلت في الدعوة؟ قال لا والله ما اشتغلت في الدعوة. لماذا يا أخي لا تعلم أحد ولا شيء؟ قال ما أصنع شيء، ما أستطيع. قلت لماذا؟ قال الدعوة تحتاج فلوس، مال، وأنا فقير ما عندي شيء. قلت صحيح، تمام. متزوج؟ قال نعم. قلت الزواج يحتاج فلوس؟ قال نعم. قلت حصلت فلوس للزواج؟ قال نعم. قلت والدعوة؟ قال الدعوة أنتم تدعموها أهل الخليج. قلت سبحان الله، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قامت، كان عنده مال؟ لا. لماذا لا؟ يعني هذا الأمر لا يكون عندنا نحن الآن. يعني الآن واحد يقول لي بناء المساجد كثير جدا ولله الحمد، صح، لكن يقول ليست المشكلة في بناء المساجد، المشكلة ما بعد البناء. يبني المسجد ويتركه، ممكن يسيطر على هذا المسجد رافض، صحيح، تكفيريين، خوارج، صوفية، ممكن يكون هذا المسجد مسجد إيش؟ ضرار، صح ولا؟ أي نعم. فلماذا الآن أخواننا لا نهتم ونأتي لهذا المتبرع؟ يعني نبين له عندما تريد تبني مسجد لابد أن تتابع هذا المسجد، من الإمام اللي يقوم عليه؟ هل يقام فيه التوحيد؟ صح ولا؟ أي نعم. هل تقام فيه السنة؟ هل كذا كذا إدارة المسجد؟ أقل شيء نقول للمتبرع يا أخي اضبط هذا المسجد مدة سنة، أقل شيء يا أخي تابع المسجد، لأن كل سنة ممكن هذا المتبرع يخرج الزكاة، صح؟ أي نعم. وممكن هذا الإمام هو حق بالزكاة وتابع المسجد، ويكون هذا ممكن منارة للعلم والتعليم. أخواننا الله يعني أمور مهيئة ولله الحمد لنا الآن في الدعوة إلى الله، في التعليم، في كذا. ويشغل بعض الناس عن الدعوة إلى الله بالأمور الإغاثية. أمور إغاثية في لها أناس، أنت ممكن تأتي إلى أحد هذه الجمعيات وتنضم معها، خاصة أخواننا هذول يعني الذين عندهم اللغات الآن، يعرف اللغة ويعرف حال البلد ويعرف كذا ويعرف من أين تؤكل الكتف. هذا مثلا لو أسأل الآن ما هو السبيل إلى الوصول إلى
كافر مثلا اللي يكون في كينيا مثلا، اسهل طريقه لدعوته، لان كل بلده وكل دوله وكل جنسيه لها مفتاح. اي نعم. ما الذي يؤثر فيهم؟ وهذه امور يعني حصلت فيها دراسات. ما الذي يؤثر فيهم؟ قال والله يؤثر فيهم مثلا، يعني بعض الدول كينيا مثلا قال اللي يؤثر فيهم اكثر شيء اذا تكلمت عن المبادره في تجهيز وتكفين الميت والصلاه عليه. الكفار يؤخر التجهيز والتكفين احياء الرئيس بقي عندهم قرابه شهر، شهر لم يدفن. ومثلا دوله راوندا الذي يؤثر فيهم اكثر شيء العصبيه الجاهليه. لو تتكلم في التعصب ان الدين الاسلامي ينبغي التعصب والتفرقه وكذا يسلم. ففي امور يا اخواننا نستطيع بها اننا يعني نستغل هذه الثروات الموجوده عندنا، هذه الاراده، هذه الاشياء للدعوه الى الله سبحانه وتعالى. الله اعلم، انا اكتفي بهذا المقدار واسمع منكم. نعم. نبدا باليمين الشيخ. مستسلم. اي نعم. شيخ. نعم. الشيخ. ممكن طيب لو سؤال او شيء مو مشكله. نبيل الوسائل شيخ الى يعني الدعوه الى الله عز وجل في هذا الباب. كيف اي وسائل؟ الجمعيات الخيريه يعني شيخ. اي نعم. كيف يعني نصل الى الجمعيات وندعو معهم؟ والله اظن بعض الجمعيات عندكم يعني متاحه المجال. يعني مثلا يعني تتعاون معهم، تقول والله انا متعاون معكم، انا اريد اذهب. لكن يا اخواننا ليس اي انسان مؤهل للدعوه. انتبه. لان الان مثلا عندما سال قتل 99 نفسا. صح؟ نعم. اذا هذا غير مؤهل الاول. لكن الثاني مؤهل. قال اني احب الاسلام واحب الخمر. يعني ما الذي يمنعه من الدخول في الاسلام؟ يحب ايش؟ خمر. قال أسرع وإن شئت شربت الخمر أسرع ودخل في الإسلام. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول. قال أنت الآن مسلم، لو تشرب الخمر جلدك السلطان، ولو ترجع إلى الكفر قتلك السلطان. إذا ليس أي إنسان، لابد إخواننا يعني أمور يعني يتدرب يعرف يعني يمشي مع مثلا بعض الدعاة كذا. اي نعم، يتعلم طريقة الدعوة، لأنه ممكن احيانا هو يفسد اكثر مما يصلح. عرفت الشيخ؟ اي نعم. وبعض الناس يظن الدعوة الى الله تمشي يعني رحلة. لا، ما هي رحلة، هي رحلة الى الله صحيح، لكن مو مثل الكشتة الان. اليوم يطلع اي واحد يطلع الكشتة صحيح، وطلع مجموعة وكذا. ولماذا نحن الآن ننكر على بعض الجماعات خروج جماعات؟ نقول بعضهم غير مهيئ للدعوة أصلا. فهمت الشيخ؟ فلازم يكون هذا مهيئ للدعوة، لازم يتعلم يعرف كذا وكذا تهيئ. أنت الآن لو تريد السفر إلى مكة إلى العمرة، إيش تصنع؟ تحجز الفندق صح؟ على بوكينج. أي نعم. وتشوف تحجز، تقول العمرة تحتاج تصريح أو لا صح؟ وعندي عملة ولا ما عندي عملة، مفهوم؟ ومن أي طريق أنزل، وكيف أرجع، ومن أين أشتري الهدايا، ومن فين أخذ الزمزم، صح أو لا؟ صحيح. كل هذا ينسق للرحلة التي تكون للسياحة أو للعمرة. كيف بالرحلة إيش الدعوية من باب أولى ترى. لا تظن أنه بعض الدعاة اللي يذهب إلى الدولة من دون دراسة ومن دون هو يكون مهيئ وكذا وهذه الأمور. طيب جزاك الله خير. ماشي. عندك سؤال شيء نعم. هل الافضل ان ندعو الناس بالمجادله ام يقول ما هي افضل طريقه لدعوه غير المسلمين؟ يا اخوان، افضل طريقه هي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكن اول ما تدعوهم اليه. قال جادلهم، ناظرهم، بين ما هم عليه من اخطاء. قال لا، ليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. وفي روايه أن يوحد الله. وقال لي أحد الدعاة
هل اسمع، إذا وصلت إلى منطقة، تعرف أحيانا في أفريقيا يحصل بعض المشكلات، في أفريقيا تأتي لمنطقة ما يأتي المترجم، وش تصنع؟ قلت الشيخ أنت إذا نزلت إلى منطقة، أحد الدعاء سألته، أنت إذا نزلت إلى منطقة إيش تصنع إذا ما المترجم ما جاء مثلا؟ وهذا كثير في أفريقيا، يعني يعتذر وكذا، وتعرف أنت يتركك في نصف الطريق، إيش تصنع؟ قال والله أقرأ القرآن، والله يسلم، يسمع القرآن يسلم، وسهل جدا الأمور، ترى سهلة جدا. جوجل الآن إذا هذا آخر شيء، حتى يقول لي من الغرائب، يقول والله يوم خرج وجاء لي بمترجم، يقول أنا أغلب الظن أن المترجم هذا سكرة، هو يقول لي هذا الشيء. قلت وش صنعت؟ قلت والله خليته يترجم. قلت كيف يترجم؟ قال والله ما حصلت إلا هذا مترجم يترجم، ويقول قرأت عليهم القرآن وتوضأنا وصلينا، يصلي بهم، يبقى في المنطقة يا شيخ هذا، في القرية النائية التي ليس فيها ماء صافي وليس فيها طعام وليس فيها مكان للسكن ولا فندق ولا شيء من مقومات الحياة اللي نعرفها. فقلت لي يا شيخ، أنا والله استغربت، قلت يا شيخ كيف تبقى في هذه المنطقة شهر؟ قال يا شيخ الجنة، أنت لا تظن أنك تروح داعية بتحصل فندق 5 نجوم وكذا، ممكن في الكويت الحمد لله تجد 5 نجوم وكذا، لكن هناك ما في نص نجمة. أي نعم، لا بد تتحمل ترى هذه المشاق وهذه كذا. وبعض الناس يظن أن الخروج للدعوة الآن، عرفت، أنه بيحصل كذا ويحصل كذا، وسيارة تستقبل الليكزس وكذا. لا ما نعم، أفضل طريقة دعوة إلى التوحيد، مناقشة، مناظرة، هذه تفتح مجال لا يغلق أبدا، لكن دعوة إلى التوحيد انتهى كل شيء، ويكفي في رد الشبهة أنه شبهة، ولو مشيت على هذه الطريقة ترتاح، تفتح الشبهة لا تنتهي، ممكن بعض الشبهة ترد عليها وكذا، لكن لا تفتح الباب على مصراعيه. آه الشيخ بارك الله فيك، الله يبارك فيك. هل طرق الدعوة توقيفية يا شيخنا؟ في عندنا تنقسم هذه إلى قسمين والله أعلم، فيه أشياء لا تخالف الشريعة. شوف الآن هذا الهاتف، هذا الميكروفون، السيارة الآن نستخدمها، صح ولا لا؟ نعم، هذه ما تخالف الشريعة، مفهوم؟ لكن لو جاء مثلا وقال أبغى أدعو الناس إلى الله بالمديح بالعود، موجود موجود، هذا كان في دولة من الدول، ينتهي من الجامعة قبل صلاة العصر بنصف ساعة، عنده نصف ساعة حتى إيش يدخل وقت العصر، فكان يأخذ العود ربع ساعة مديح دعوة إلى الله، هو يعتقد هذا دعوة إلى الله، وبعدين يذهب إلى البيت ربع ساعة بقي، يضع العود في البيت يتوضأ ويذهب إلى الصلاة. يوم من الأيام يعني وهو يدق العود أذن العصر، يعني مر الوقت ولا يدري، مع المديح مع الشيطان. فعندما أذن فكر لو يأخذ العود إلى البيت ويتوضأ تضيع عليه الصلاة، قال أخذ العود وأروح المسجد، مش المشكلة، في مشكلة عندكم ممكن أنتم في مشكلة، أما عنده ما في مشكلة. فأخذ العود وجاي داخل المسجد، قابل أحد المصلين، مصلين عامي، قال له شنو هذا يا زول؟ وين مالك؟ فين رايح؟ قال داخل المسجد. قال تدخل المسجد بالعود يا ما تخاف الله؟ كيف تدخل؟ قال أنا أدخل المسجد بالعود؟ أنا أريد أدخل الجنة بالعود مو المسجد، أعوذ بالله. طب هذا إذا كان يريد يدخل الجنة بالعود، ها؟ إذا الطيب اللي بالقرآن والسنة وين يدخل؟ فهمت الشيخ؟ إذا عندنا أفضل طريقة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، في أمور توقفية ما نستطيع نتعداها،
وعندنا أمور وسائل للدعوة تعين على الدعوة ولا تصادم الشريعة، فهذه نأخذ بها ولا أشكال، والله أعلم. نعم. الله يحفظكم شيخ. وإياكم. وإن كان لابد من الدعوة أو إذا ما استطاع الواحد يخرج للدعوة فلا أقل من أن يدعو أهل بيته الأقربين يتدرب على هذا الشيء حتى يستطيع أن يشوف نفسه في الدعوة. شوف يا أخي، كل واحد منا داعية إلى الله شاء أم أبى. هذا الآن في أوروبا هناك وهو يمشي وهو داعي إلى الله، كفار يراقبوه، والله كفار يراقبوه، هذا هو يمشي في أوروبا يراقبوه. شوف إيش اسمه في الشركة، رئيس الشركة يراقبه وقت الصلاة يصلي أو لا، إذا كان يصلي معناه هذا منضبط. اليهود في أوروبا والله يهود يبحث عن المسلم حتى يعمل معه، خاصة في الذبائح. ليش؟ يعني يقول المسلم حريص على أن يطبق إيش السنة في الذبح. فهمت الشيخ؟ ركب واحد يهودي، شو أتكلم عن يهودي لا أتكلم عن النصارى، لا. ركب يهودي في الحافلة، في القديم كانت الحافلة الآن بالبطاقة السداد، أول سدد كاش. ركب اليهودي هذا إلى الحافلة وسائق الحافلة مسلم وأعطاه ضعف الأجرة، يعني بدل يعطيه 1 أورو أعطاه 2 أورو، دفعه وجلس. سائق الحافلة أخذ يفكر أرجع له الباقي ولا لا، يسأل عن الباقي ولا لا، أسرق الباقي أو لا، يراود الشيطان. وإذا سرقت، بعض الناس يقول إذا سرقت تسرق جمل، طيب إيش تسرق جمل؟ تسرق ريالها كله سرقه. فالمهم فكر 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 هذا الساعد، وعندما أراد اليهود النزول قال تعال خذ هذا 1 يورو زائد لك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسول. السائق استغرب قال إيش صنعت لك؟ لماذا تسلم الآن؟ ما السبب؟ قال السبب أنا أبحث عن أمانة أهل الإسلام والحمد لله وجدتها فيك. قال لو تدري ماذا كان في داخلي. والله نسأل بعض الكفار ما السبب، يعني عندما يأتي يسلم في الغالب تسأله لماذا، لأن احنا نبغى نعرف الأسباب اللي تؤدي حتى تسجل هذه المعلومات واستفيد منها الدعاء. تسأله تقول إيش السبب، بعضهم يعني يأتيك بأشياء أنت ما تبالي بها أصلا، أنت ما تفكر فيها أصلا. شيخ والله تخيل في أوروبا الغربية، أوروبا الآن أوروبا الغربية أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية فيها إسلام فيها حجاب، فرنسا وبريطانيا وكذا، أوروبا الشرقية هذه ما فيها إسلام ظاهر ولا حجاب ولا مساجد في الغالب. جاءت امرأة هنا في أوروبا هذه الشرقية إلى المركز الإسلامي وقالت أنها تريد حجاب، رئيس المركز الإسلامي يقول أسلمي، قالت لا أريد الحجاب، أعجبني الحجاب، تبقى حجاب. قال أعطيتها حجاب، 2 أسبوع أسلمت. سبب الحجاب في منطقة ليس فيها حجاب أصلا. فأمور أحيانا يسيرة يصنعها بعض الناس، والله يا شيخ يتأثر هؤلاء هناك بما يرون من الفساق من المسلمين. كيف لو رأوا غير الفساق؟ كل واحد منا ترى داعية إلى الله شاء ما أبى. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. ما الأفضل لنا يعني شباب طلاب علم أن نرجع إلى بلادنا وندعي الناس إلى الإسلام، أو يعني مهاجر من الغرب إلى بلد إسلامي؟ والله المفروض تبدأ من الآن، تبدأ من الآن، لأن وسائل الدعوة الآن متاحة عندك. تبدأ من الآن، يعني هذا الآن جاء هنا وعرف مثلا دروس الشيخ بن باز، دروس الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وعرف أنه مثلا عندنا بعض الكتب اللي الشايخ موثوقين، أنا أتكلم عن هذا،
ابن باز بن عثيمين، وفي ترجمة بعض المقاطع مثلا فيه عيد رأس السنة، في شهادة أن لا إله إلا الله، كان الإسلام كذا، يستطيع يبثها بين قومي، صح؟ لأن هذا يستطيع الوصول إلى أكبر شريحة هناك، صح؟ بدون فلسفة وبدون فتوى، يستطيع يصل ويوصل إليهم فتوى من؟ العلماء. لكن أنا استغرب والله إخواننا، استغرب أنه هذا الآن من بريطانيا في الحالات يحط إيش؟ تفحيط وأمطار، والله صدق. وهناك انتظروه انتظروه، ترى هذا الآن يمثل، هذا إذا كان من فرنسا يمثل 90 مليون، هذا يوم يجي هنا يمثل 90 مليون، ولو جاي من المكسيك يمثل 110 مليون، هذا مبعوث، هذا صح ولا لا؟ فأنت الآن دورك هنا أنك هؤلاء تنشر لهم العلم الصحيح، صح؟ واتساب، الحالات عندك، التليجرام، مواقع. قال أخاف. طيب تخاف، في حلول عندهم، يعرف يستطيع ينشئ موقع من روسيا، وين؟ في أوروبا، وما يدري عنه أحد، وينشر كتب العلماء وفتاوى العلماء، صح؟ الربانيين أنا أقصد، فهمت يا أخي؟ أيهما أولى، يقول أني أبقى أو أرجع إلى بلدي داعية إلى الله؟ شوف يا شيخ، لا يشك أحد، وهذه فتوى كبار العلماء، أنه ما يجوز البقاء في بلاد الكفر، وجوب الهجرة، إما تهاجر أو تكون داعية إلى الله. أما أنك تبقى هكذا بلا دعوة بلا شيء، هذا معناه أنه بقائك هناك أنت جالس في المعصية الآن، والله أعلم. نعم أخي، من أين؟ تركيا. تركيا، هاي الشيخ. شيخنا حادثة يريها سؤال. طيب، في أحد الدول الأوروبية لعله يستفيد من هذا الأخوة، أحد الجماعات اللي ذكرتها آنفا أتت في رمضان زائرة إلى مصلى من مصليات المسلمين في هذه الدولة، فقاموا في بيانهم بصلاة التراويح، صلاة التراويح آنذاك في وقت متأخر من الليل، فحصلت مشكلة بين المصلين بسبب هذه الجماعة، لأنهم اختاروا الوقت الخطأ للدعوة، لأنهم عمالة أكثرهم، واختاروا كذلك ولم يعرفوا من يخاطبون، واستخدموا أساليب خاطئة في الدعوة، لأنهم أرادوا أن يخرجوا بعد معاهم بعد صلاة التراويح، وأخروا صلاة التراويح عليهم، كانت ستنتهي حول 12 ليلة، وهم أكثرهم عمالة وعرب الحمد لله. فقام أحد اللي وفقه الله في الرد، فهدأ لأن حصلت معركة بينهم، كادوا أن يقتتلوا، وسمعنا كلمات نابية في المصل وفي رمضان، كلمات نابية، وكادوا أن يتشابكوا بالأيدي. فالحمد لله قام أحدهم فأذكى بينهم، هم من قبيلة واحدة من بلاد الشام، فأذكى بينهم العصبي، قال أنتم بنو فلان، وأنتم وأنتم، وكيف تستقبلون الناس بهذه الطريقة؟ فهدوا، هدا روع. فالحمد لله هذا مصداقا لقولك في معرفة الأساليب ومعرفة جمهور الداعي. فما حكم منع مثل هذه الجماعة شيخ، اللي قد تؤدي إلى أضرار كثيرة، إن استطاع الشخص يكون عنده إمكانية من منعه؟ المشكلة أنك تمنع وما تسد الثغرة، عندنا اثنين، انت الان منعته، ها، لابد تسد هذه الثغره، صح ولا صحيح؟ اي نعم، عندنا الان بفضل الله ثروات، صح ولا إيه؟ وناس مهيئين للدعوه كذا، تستطيع انك تهيئهم تعلمهم، يستطيع. انا اقول لك مثال، في واحد يتفاخر، اسمع اسمع الكلام، يتفاخر، هذا دكتور ذهب إلى أمريكا، دكتور في الشريعة، رئيس قسم، ذهب إلى أمريكا وبقي هناك 7 سنوات، ويتفاخر، يتكلم مع أحد الدكاترة، وهذا الدكتور الثاني يكلمني يقول والله يتفاخر علي، لأن هذا صاحبنا دكتور، هذا ذهب أمريكا وقابل هذا، جلس أسبوعين، يقول جلست أسبوعين ورمضان صليت فيهم التراويح، خطبت فيهم الجمعة، ها
هذا اللي أقدر عليه. يقول أنا، يقول هذا أبو 7 سنين قال أنا في أمريكا 7 سنين ما صليت بالناس، ما صليت صلاة ولا خطبت جمعة. شوف يا أخي ليش؟ قال ما هو شغلي. كم يا أخي؟ قال له هذا الدكتور الثاني، قال يا أخي أنت ما تصلي؟ قال لا أصلي. قال كيف تصلي؟ يا أخي تعال صلي بالناس، تحفظ القرآن؟ قال نعم أحفظ القرآن. طب ما تخطب بهم جمعة؟ يا أخي علمهم لو الفاتحة صح؟ تقدر؟ قال أقدر. لا قال له مو عملي. الله المستعان. شيخ هل هناك دعوة واجبة ودعوة مستحبة؟ إيه نعم. فرق بينهم؟ يعني الآن لو جاء إليك إنسان، تعرف حال إنسان إنه يتوقف إسلام هذا عليك أنت، صارت دعوة لك على نش، واجبة أو لا؟ هذا الآن والديه أسرته يستطيع الوصول إليهم صح؟ ها؟ يستطيع الوصول إليهم ويستطيع دعوتهم بأسهل الطرق، يتركهم؟ يترك والديه؟ لا. تعلم، وإذا ذهب إليك الآن هو مسافر إيش يأخذ معه؟ قهوة وتمر صحيح والله، ممكن يأخذ رز شعلان ولا كذا صحيح والله صح ولا؟ وبشت ممكن يأخذ شوية عود وشوية كذا. طيب خذ رسالة، خذ رسالة واحدة واعطيها لهؤلاء صح؟ ينفع الله بها رسالة واحدة. والله تقلب أحيانا عاش بعض الناس ما تحصل معاه رسالة. أتعبنا رجل احنا كنا ترانزيت في مطار اسطنبول، وواحد والله معنا اخذ البيك، ونحن انتظار 6 ساعات وريحة البيك قوية والله يا شيخ. فانا اقول له بالله معاك رسالة واحدة، رسالة واحدة، رسالة في الدعوة الى الله. قال والله ما معي ولا رسالة. كم بيك؟ معنا 10 بيك. الله همه في هذا انه الطعام، اما الدعوة الى الله قال لا، ما يعني غير مبالي بهذا. الله المستعان. شيخنا حياك على العشاء. شيخ سالم الله يبارك. سالم ابو ناصر الله يجزاك. والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل معاذ رضي الله عنه الى اليمن ومع ابو موسى رضي الله عنهما، بماذا أوصاهما؟ قال تطاوع واتفق ولا تختلف. لماذا؟ يعني تطاوع لأن لابد الدعوة، تعرف أنت الآن إذا تريد تعرف أخلاق أي إنسان يقول سافر معه. وبعض الناس ترى يتعبك في السفر، يقول إيش؟ لا أنام إلا على طريقة كذا، ولا أكل إلا كذا، ولا أكل إلا كذا. صحيح، وخلافات ومشاكل تظهر احيانا في السفر. فالدعاة الى الله الان، البعض ترى والله اخواننا يحسد الاخر، ولهذا قالوا ان يقولوا هذا من اقرانه. اذا قال هذا من اقرانه يعني ايش؟ يعني عدي هذا الكلام. احيانا يتكلم يقول قال كذا، لكن هذا من اقرانه، فما يقبل الكلام، ما يقبل الكلام لأنه إيش؟ من أقراني، لأنه ممكن يدخل شيء من الدنيا، من حظ الدنيا، من الحسد، من كذا. اليوم كنت أقص على الشباب قصة، عندنا كان إمام المسجد النبوي رئيس المحاكم الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، قبل رمضان ما يبدأ رمضان بليلتين أو 3 ليالي قالوا للشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، قالوا فيه شاب قراءته جميلة للقرآن، ما رأيك يساعدك في صلاة التراويح؟ جاء من؟ محمد أيوب رحمه الله، الشيخ محمد أيوب، وجاء عند الشيخ عبد العزيز بن صالح وقرأ عليه، وأعجب الشيخ عبد العزيز بقراءة عبد العزيز بن صالح محمد أيوب رحمه الله، فقال يا ولدي والله قراءتك جميلة وبإذن الله تصلي معنا التراويح. كيف تصلي التراويح؟ هذا حرم. فتواصل مع المسؤولين
وصلى التراويح مع بن صالح. قال الناس أهل المدينة قالوا من يختم القرآن الآن؟ ختم القرآن من اللي يختم المفروض؟ ابن صالح، لأنه هو الإمام الراتب وهذا ضيف أصلا. فجاء ليلة التختيم الشيخ عبد العزيز بن صالح للشيخ محمد أيوب وقال اسمع أنت اللي تختم إن شاء الله. فعندما ختم من ارتفع في أعين الناس؟ محمد أيوب؟ لا، عبد العزيز بن صالح. لماذا؟ قالوا والله بعض الناس يقول والله لو قيل لنا من في هذا العصر نزع الغل والحقد من قلبه لقلنا عبد العزيز بن صالح رحمه. ما في غل، ما في حسد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم الناس إلى قسمين قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخر، غضبك ورضاك لا تجعل إلا لله. ومو كل مسألة أصلا يكون عليها الغضب والشحناء، صح أو لا؟ تريد صديقا لعيب فيه وهل النار تفوح بلا دخاني؟ ليس أي مسألة تتخاصم عليها، حتى مع الزوجين، حتى مع أصدقائك الآن. يعني الآن لو عندنا إمام يعتقد أن أكل لحم الجزور غير ناقض الوضوء، وأكلنا أنا وهو لحم جزور وأنا قمت توضأت وهو لم يتوضأ، أنا أصلي خلفه، أنا أعتقد أن صلاته باطل، لكن أصلي خلفه لأنه يأخذ بقول إمام عالم. ففيه مسائل هذه ما يمكن أن نختلف فيها. وأنت اللي ترى اليوم في الساحة يا أخي يذكر لك مسائل، والله أنا أريد مسألة أستطيع أني أحكم على هذا فيها، يقول لا كذا كذا. يا أخي أعطيني دليل، أعطيني مسألة يعني تستطيع أنك تتكلم على هذا فيه. في مسائل ما تستطيع الإنكار فيها، وفي مسائل لابد من الإنكار فيها. إذا ليس كل مسألة كما يقال عندنا، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، نجعل من الحب قبة. لا، في مسائل ما يمكن تختلف فيها، تطاوع واتفقوا في الدعوة، وهذا ينشئ مركز وهذا ينشئ مركز وهذا ينشئ مركز وهذا ينشئ مركز. والله في بريطانيا ممكن الشباب يعرفوا هذا باب المسجد الأول، هذا باب المسجد الثاني، لصقين في بعض. وأنا عندي درس في هذا المسجد، فقالوا أصحاب هذا المسجد حتى يعني يكون بينهم بين دول، جوني قال تلقي عندنا درس؟ قلت نعم ما في مشكلة. فجئت عندهم وتكلمت عن إيش؟ عن هذه الأمور، أنه لابد نكون أمة واحدة، لابد نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. الصحابة في بعض المسائل رضوان الله عليهم كانوا يختلفوا فيها، لكن هذا لم يكن يجعلهم إيش يتطاحنوا ولا يكلم بعضهم ويجعل يعني أشياء عظيمة بقي ما بقي اللي يكفر. فأشكالات حتى الجمعيات الآن، حتى إخواننا، حتى المشاريع مثلا كتب، لماذا أنا أبدأ من جديد؟ لماذا لا أبدأ من حيث انتهى؟ هذا صح أو لا؟ يعني أنا الآن أريد، كنا نتكلم عن الشيخ سعيد في هذا المسألة، الآن عندنا كتب مؤلفة في إيش؟ في السيرة، في التوحيد، أصول ثلاثة. طيب يستطيع الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يؤلف أحسن من أصول الثلاثة، صح أو لا؟ يستفيد من هذا الذي تقدم ويعدل ويكتب؟ لا، عرف أنه هذا سبق في العلم ولابد أن يسير على إيش؟ على طريقتي، ويشرح هذا الكتاب وضع الله في علم البركة. فالآن بعض الدعاة الآن اليوم يريد يبدأ من جديد من الصفر، لا، هذا مشى في نصف الطريق، صح؟ أنت خذ نصف الطريق وأكمل، صح أو لا؟ يعني هذا الأخ الآن يستطيع بإذن الله يترجم إلى اللغة الإنجليزية، تمام. طيب
ايش تترجم؟ قال اريد اترجم شرحي انا للاصول الثلاثه، ما ثلاثه، تمام. طيب الاصول الثلاثه المتن مترجم؟ نعم. ترجمه متقنه؟ نعم. اذا خذها وضع عليها ايش؟ الشرح. اما تبدا من جديد هذا اشكال. استاذن مثلا اذا كان هذه عليها حقوق او كذا، استاذن من صاحب الترجمه الاولى وامشي. حتى في مقاطع الان الفيديوهات كذا، في بعض المسائل، في بعض الرسائل جاهز كل شيء مجموع في مكان، ولو تتعب احيانا ما تجد مثل هذا الجمع، صح او لا؟ يعني انت الان تبحث عن مساله مثلا في اللقطه، فتجد انه كل مسائل اللقطه مجموعه في مكان واحد في رساله واحده مختصرة واضحة. فايش تصنع؟ ياخذها ترجمها. اما لو تصنع رسالة ثانية ممكن ما تصنع مثل هذا. فاخواننا لابد من التعاون، لابد من التعاون. أمة الإسلامية ما يمكن أن تقوم الدولة المسلمة، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، إلا بأن نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، لا نفترق. والأخلاق إخواني، أنت كيف تدعو الناس إلى الأخلاق وأنت لا تطبق؟ نعم كلنا مقصر، عندنا أخطاء، عندنا كذا، لكن يا أخي نسدد ونقارب، والله أعلم. هنا أحسن الله عليك يا شيخ. هذا نعم، الله يبارك فيك. وعليكم شيخ، كيف نفرق بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة؟ أخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على إيش؟ على بيضاء نقية ليلها كنهارها، صح ولا؟ اليوم هناك من يشكك حتى في العقيدة، لماذا؟ لأن الرجوع أصبح الآن، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أصبح يذهب إلى من؟ إلى من لم يعرف بالعلم، وإلى جوجل، صح؟ وإلى فلان وإلى علان. وأنا استغرب والله من بعض الناس، أسأله إذا جاءتك مسألة في العقيدة من الشيخ بن باز رحمه الله تقبلها؟ يقول نعم. أقول تمام. طيب مسألة في الفقه، في الجهاد، في الخروج، في المظاهرات، لماذا لا تقبل من بن باز رحمه الله؟ قال لا لا لا, لا. أنا أخذ منه عقيدة ولا أخذ منه الفقه. طيب العقيدة أولى. فالمسائل ولله الحمد واضحة بينة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على بيضاء نقية. اليوم هناك من يريد يشكك في المسلمات، أمر واضح. ثم يا أخي أنت إيش عندك الآن؟ يعني إيش عندك إشكال؟ بعض الدعاة يعني شغله الشاغل وما يفكر في شيء، وعندكم خاصة العذر بالجهل. احنا نكون صريحين الآن، ما يتكلم، ما بقي في العلم شيء إلا العذر بالجهل. واللحوم حلال وحرام، اللحوم المستوردة، ذبائح الكفار، صح أو لا؟ أي نعم. كأنه ما بقي عندنا في العلم ولا الدعوة إلى الله إلا العذر بالجهل، ويبدأ يختبر. تقول بالعذر بالجهل ولا لا؟ هذا ما يدري. إذا قال هنا جعله من إيش؟ مرجئة أو قدرية، وما يعني. وبدوا حتى بعض الناس اللي لا يعرف شيء او جديد في الاسلام هو ما يدري عن هذه المساله اللحوم. ففي مسائل يا اخي اختلف فيها كبار العلماء. فانت ايش تصنع؟ تبحث عن امام عالم تاخذ بقوله. وهذا يقول مثلا الان، يقول انا اخذ بقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وانت اذا تريد ترد او تقول بالارجاء او بالقدر او كذا، قل على الشيخ بن عثيمين رحمه الله وانتهى الأمر، مفهوم؟ وهذا يعني مثل ما قلنا أول هنا، هذا معول هدم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يريد فقط بهذه الطريقة، ويسعى للفتنة ويسعى إلى كذا ولا كذا. ولا تجد يعني بعض الناس ينشئ موقع، والله ما تجد فيه كلمة واحدة عن لا إله إلا الله، عن التوحيد، لكن تجد فيه طامات وكذا. واتصل بي مرة واحد من الأخوة تواصل معي، قال والله يا شيخ، المهم قدم مقدمات كذا، وبعدين قال لي عندي موقع أنشأته، قناة في اليوتيوب، وريدك تطلع عليها.
قلت حاضر والله أرسل الرابط. كل المقاطع مقاطع رافضة رافضة في سب الصحابة سب أمهات المؤمنين. قلت يا أخي اتق الله يا أخي أنت جالس تنشر الباطل. قال يا أخي مو نحن ننشر الباطل عشان الناس تفهم. قلت وين اللي نفهم وين التوحيد أصلا؟ هذا إشكال في الدعوة إلى الله مقاطع. والمهم اقتنع حطني حظر هو وضعني أنا حظر. قال يا عمي روح في عندي فتوى فلان وعلان. قلت لماذا تستشيرني؟ بعد شهرين فك عني الحظر وقال صدقت. قلت أنا؟ قال لا سألت فلان وقال لي هذه الطريقة خطأ. قلت هذا حظر ومع السلامة. جزاء سيئة سيئة. ايش نصنع؟ إذن دعوة إلى الله ليست يعني مثل ما يقال يعني يعمل فيها أي أحد. لا والله عجبني بعض الناس يقول والله لأني أنا أسأل الآن أنا أبحث أحيانا عن بعض الجمعيات التي يعني موفقة وناجحة إيش الأسباب. يعني لو تبحث الآن عن دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثلا تقول ما هي أسباب القوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا. صحيح لازم تبحث عن هذا حتى تعرف كيف صار هذا الرجل. تقول أقوى شيء عند هذا نحسب والله حسيبه التوحيد تعلق بالله. الثاني التألق كثرة العبادة الدعاء التضرع إلى الله. ثم الاجتهاد يا رجل ينظر في تفسير الآية يرجع إلى أكثر من 100 مرجع. فهمت؟ فلازم تنظر. فإحنا ننظر للجمعيات مثلا جمعيات هذه الجمعيات الخيرية أنا أنظر فيها أحيانا وأراجع وأقلب فيها. فواحد يقول لي سألته عن جمعية من الجمعيات قال والله صاحب هذه الجمعية والله يقول ما أنا أعرفه ما يتخذ أي قرار في الجمعية إلا يروح ابن باز وابن عثيمين كان رحمه الله ولا أي قرار يستشيرهم. يقول في كل صغيرة وكبيرة يكتب يدور يرجع عند الشيخ يقول يا شيخ ما رأيك في كذا نريد نصنع كذا نريد نفتح كذا نريد يكون كرتون مثلا إسلامي نكون كذا يكون كذا إيش رأيك؟ أقول ويعمل يقول ليعمل حرفيا بما يقول هؤلاء العلماء. هذه الطريقة الصحيحة. فهمت الشيخ؟ كيف نمشي يا شيخ انت خربطت لنا حقا له يا شيخ خلاص انتهى انا اغليس احبه صراحه حقك الله. ها يا شباب انتم ضيوف هذول ما لهم حق لا في شيء سؤال نمشي هكذا طيب ها يا شيخ اي نعم شيخ صلى الله عليه وعليكم. هل يختلف أسلوب الدعوة في مكان وزمان آخر والشدة واللين مثال يعني على ذلك؟ طبعا يختلف طبعا. يعني الآن أنت مثلا في فتوى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول عظني صح أوصني إيش يقول؟ قال لا تغضب لرجل وللثاني قال اتق الله حيثما كنت صحيح؟ إذن يختلف لابد يختلف باعتبار الحال. الآن الطبيب يوم تأتي للطبيب بعض الناس ما في مرض أصلا ما في شيء ما في إلا العافية فالطبيب ممكن ترى يكتب له دواء وفي أدوية تباع فقط دواء ما يصنع شيء حتى هذا يكون عنده حالة نفسية بس يشرب الدواء ما عنده حاجة ممكن يصف له بنادول أو كذا إيه صحيح. فالعالم يعرف كيف يكون العلاج وكيف يكون المدخل لهذا صحيح ويستعين بالله. والله أخواننا بعض الدعاة إلى الله بعض المشايخ يعني سبحان الله عندما تمشي مع هذا الشيخ تنظر لحالك والله قبل الدرس والله يا شيخ قبل الدرس يخلو بنفسه يصلي ويدعو الله ان الله يفتح عليه. والله استغرب انا حتى قال لي احد الاطباء جزاك الله خير مسافر وهذا الطبيب قل بالله
أدعو الله أن يعافي المرضى اللي عندي في العيادة. أقول سبحان الله أنا لماذا لا أدعو لمن؟ لطلابي صحيح للحضور. فهذه أمور الشيخ يعني لابد نتنبه لها، تقوى الله، تألم، ولابد تعرف حال هذا المخاطب اللي أمامك. يعني هذا يحتاج مثلا لو تعرف إنسان مثلا تعرف أنه لديه مثلا شبهة، هذا اللي لديه شبهة أنت لابد تزيل الشبهة، لكن ما لديه شبهة تلقي عليه الشبهة؟ لا ما يحتاج، صح؟ أي نعم. يجيك الطالب الآن، بعض الطلاب يجي عندي مثلا، وأنا والله مسكين يا أخواننا ترى يعني أدوب أني أمشي حالي مع الطلاب، فيجيني طالب يقول أبا أقرأ الواسطي. أقول طيب، طبعا الطالب الآن بعض الطلاب ترى يعني تخاف منه ممكن، إي صحيح يصنع لك مشكلة. فما أستطيع أقول له لابد تدرس إيش؟ الأصول الثلاثة، لأنه أقول له تدرس يمشي. ما يدرس وأنا أبغاه يدرس. فإيش أصنع معه؟ أقول اسمع، إيش رأيك أختبرك في الأصول الثلاثة؟ وفي الدروس المهمة وفي كتاب التوحيد؟ نجح ندخل إلى إيش؟ إلى الواسطية. رسبت أرجعك أصول ثلاثة. صح ولا؟ إيه نعم، لأن لو أقول له نبدأ أصول ثلاثة قال لا، إما تدرسني واسطية أو لا أدرس عندك. وتعرف بعض الناس يعني هو ترى يعني يريد يطلب علم وفي خير، لكن سمع من فلان من الناس انه لابد يبدا بالعقيده الوسطيه، هذا البدء خطا. فتمشي معه قل له تعال اسالك عن اصول الثلاثه، اسالك عن القواعد الاربعه، اسالك عن الدروس المهمه، عن كتاب التوحيد. نجح. وترى مو تعجيز، يعني بعض الطلاب ترى اهل انه يدرس وسطيه صحيح والله. اي نعم. وبعض الطلاب لا، يحتاج اول شيء اصول ثلاثه. نعم. هذه حتى في الدورات في بعض الدول، يعني بعض الدول، بل حتى الشيخ صالح على الشيخ في اول حفظه الله في اول درس كان له في كشف الشبهات قال الذي لم يدرس معي كتاب التوحيد يقوم الان من الدرس يخرج، لما يدرس معي يقول، لان هو يرى هذا انه كشف الشبهات ياتي بعد اتقان وضبط كتاب التوحيد، حتى الشبهه ما تدخل باذن الله. والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم، ما في مقومات الدعوه. كيف يعني؟ ما فهمت والله. يعني كيف يكون طالب العلم داعي ناجح باذن الله تعالى؟ والله اهم قلنا هذه الشروط الخمسه، الاخلاص، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، وعلم شرعي، لابد اخواننا نتعلم، وزكاه العلم العمل به والدعوه اليه. وعندنا معرفة حال المدعو، هذا اللي قلنا تعرف حال الدول كذا. والحكمة، الحكمة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والصبر. مش شرط شيخنا يعني انه يكون يستجاب له مثلا، مو شرط طبعا. علم يعني الان انا اسال هذول اللي الان يسووا برامج شو اسمها دي؟ تطوير الذات والمهم هذه الاشياء المهم تنمية بشرية وكذا، وقال تنجح تنجح. لا يا أخي، تنجح بإذن الله، صح؟ وإذا ما نجحت ما نجحت أجرك مكتوب عند الله. أنا أقول لهم هذا في التنمية البشرية وهذه الأشياء. طيب إيش يعد نوح عليه الصلاة والسلام؟ ناجح 100% عندنا، لكن عندهم ما يعدوا نجاح. وهو هذا نفسه اللي يسوي الدورة ها ما عنده سيارة، صحيح والله ما عنده سيارة وعليه ديون ويمكن مسجون كان، صدق والله يا أخي، هذه دنيا. فأنت يعني في أشياء اليوم يعني سبحان الله قلب للمسلمات للحقائق. الله المستعان. قربنا ننتهي بإذن الله. نعم. الحكمة ها؟ الحكمة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا احنا ندرس السيرة النبوية حتى نعرف كيف كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، مع الصغار، مع الكبار، مع كذا. فهم؟ اي نعم. ها؟ وضع الأمور يقول الشيخ سائد في موضعها. نعم.
عليكم السلام. نعم حب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون أولا بتعلم السنة. كيف الآن تحب السنة وأنت لا تعرفها، تتعلم السنة تعمل بها تعمل بها، لابد يظهر أثر السنة عليك. وأنت ترى بعض الناس اليوم ترى تقول هذا نجار لأنه يظهر عليه أثر هذا العمل، وهذا تقول حق بوي صح، وهذا تقول والله مثلا ميكانيكا سيارات، وأشياء عند أهل السنة يسموه شعار لأهل السنة عرفوا به، يعرف الإنسان بأنه ليس غلو لا ولا تفلت وسط، يعني يظهر عليه العمل بالسنة والدعوة إلى السنة والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان في كل يوم يقول هذا أنا أحرص في كل يوم أتعلم سنة وأحرص أني أعمل بها وأدعو إليها صحيح، وأذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يخالف السنة، وتدعو الله سبحانه وتعالى. قال المرء مع من أحب، وهذه نية طيبة ينوي الإنسان محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع عليه الصلاة والسلام. نعم. ها. والله الشريعة هي شريعة، والمشكلة اليوم أن نسمع لأي أحد يعني هذا الكلام ممكن يقوله بعض مخالفين للسنة يقول هذا وكذا، وبعض يعني يسعى ويقول لك يا أخي إذا عندك إشكال ارجع للعلماء، إيش المشكلة؟ يعني الآن يا أخواننا عندك إشكال على فتوى بعض العلماء مثلا، تعال ارجع إليهم وقل لماذا مثلا لو جاء إلى مسألة قال أنتم بالأمس كنتم تقولوا كذا واليوم قلتم كذا، لإيش السبب؟ أريد أعلم صح؟ ما في إشكال، لكن الطرح السؤال يكون بأدب. فهمت يا أخي؟ أي نعم. يقول طيب كانت مثلا يقول قيادة السيارة في السعودية أول كان العلماء يفتن بإيش؟ بالتحريم صح؟ والآن مثلا يقول في فتوى، هل تغيرت الفتوى؟ تغير الحال؟ ماذا حصل؟ كيف كذا؟ نريد نفهم، ما في إشكال. لهذا يريد إيش؟ يتعلم. الثاني يقول كذا عن العلماء ويتكلم. إذا هذا غرض الأول إنه يتعلم ويفهم كيف تكون المسألة، كيف يكون كذا، كيف يكون كذا. والثاني يريد الطعن في العلماء والطعن في السنة وتناقضات وكذا حتى تخرج في النهاية بلا شيء، الله المستعان. ويأتي بعض الناس اليوم يعني شغل الشاغل التشكيك، شغل الشاغل الشبهات، يلقي الشبهة ويمشي مثل ما كان عبد الله بن صبير يصنع، يبحث عن المتشابه وينشره بين الناس. نسأل الله العافية والسلامة. لا، الرجوع مرة ثانية مشكلة، نريد أن ننتهي من الحضور إذا بقي سؤال أحد لم يسأل أو اعتراض. نعم أخي وإليكم. بين إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم وظيفة كانت عنده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ وأكمل عمل كان من النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا؟ أي والله عمل بشر. اي نعم، كان هو تستطيع تقول رئيس الدولة صح، وهو القاضي وهو المعلم وهو إمام المسجد وهو المفتي وتلقى الوحي ويقوم بشؤونه وشؤون أهله، هو وزير الدفاع وزير الداخلية صحيح والله، وأكمل عمل بشري كان من النبي صلى الله عليه وسلم وقام بهذه الأعمال كلها. وبارك الله، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، بارك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في وقته
صح؟ لأنه يضرب مثل الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه في يوم العيد في حجة الوداع ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الفجر في أول الوقت في مزدلفة، ثم دعا حتى قربت الشمس من الظهر تأسفل، وخطب الناس، ثم مشى إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات، ثم نحر 63 بدنة بيدي عليه الصلاة والسلام، 63 بدنة، ثم أكمل علي رضي الله عنه بقية 100، وأخذت طبعا قطعات وسلخات وكذا ونظفت وجعلت في قطعة في قدر، وشرب عليه الصلاة والسلام من مرقها وأكل من لحمها، ثم حلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خطب في الناس، كان في خطبة هنا وكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى مكة وطاف عليه الصلاة والسلام وكان يفتي الناس، ورجع إلى منى على رواية وصلى بها الظهر. يا رجل كيف تأتي؟ ما يمكن، لا قطار يقول ولا سيارات، والطرق طبعا جبلية وكذا. صحيح، بارك الله سبحانه وتعالى له في وقته. من يتقي الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب. ترى بعض الناس يقول يعني عندكم الآن، يعني أنا ما أريد أضرب مثلا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا، الألباني رحمه الله يعني معاصر، صح؟ تمام. باب المحدثين أغلق من زمان، ترمذي والنسائي أبو داود أبو حاتم وابن معين وأحمد أغلق الباب، ما يوجد محدث يدخل معه. جاء الألباني والله سبحانه وتعالى فتح هذا الباب للألباني، دخل مع المحدثين وأغلق الباب. صح؟ اليوم تسمع أنه هذا الحديث أخرجه مثلا الطرقطني وحسنوا الألباني وضعفوا الألباني، دخل مع هؤلاء، كيف؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بارك الله له في وقته، ها؟ وكان يعمل في الساعات وفقير، وكان يأخذ الأوراق أحيانا حتى قصاصات الأوراق يأخذها من الشارع ويكتب عليها رحمه الله. مفهوم الشيخ؟ نعم. فمن يتقي الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب. أنت أيام الاختبارات تجد وقت تراجع، وحتى وانت نائم تراجع وتسمع، صح؟ وممكن تختبر وانت نائم، تجد وقت. لماذا للعلم لا تجد وقت؟ تقول عندي كذا وعندي أولاد وعندي كذا وعندي كذا. طب أنت، بعض الناس إخواننا أنا أسأله أقول يا أخي ساعدني، أريد تترجم لي سطر واحد، أو مثلا تراجع ليك رسالة واحدة يعني سطر. قال ما عندي وقت، وتجد يجلس على الواتساب ساعات. صح؟ طيب ما عندك وقت لهذا؟ طب أنت ليش خلقت؟ مو عشان يعمل معي شيخ سائل، لكن يا أخي أنت ليش عايش في هذه الحياة؟ قل العبادة. طب تعمل بهذا؟ هو يقول لا. صحيح ولا؟ أي نعم. أسأله هل تقرأ شيئا من القرآن في يومك؟ يقول لا. إذن هذا معناه إيش؟ إنه هذا عايش لإيش؟ للدنيا، مو عايش للآخر. وأنت تعرف هذا على أكثر من يعيش في أوروبا، ها، يعيش لإيش؟ للدنيا، صح؟ والله في من أغنى الدول في أوروبا السويد، من أغنى الدول في أوروبا السويد، تجد هذا المسلم هناك في السويد معاه آيفون، أحدث آيفون 14 الآن، معاه آيفون 14،
ويقول لي ما عندي مصحف. ايش؟ قال ما عندي مصحف. اريد مصحف. مصحف؟ طب المصحف تستطيع تشتريه كما اشتريت ايش؟ الايفون. الايفون يعني انت مشي حالك الان كم؟ 5000 7000 ريال سعودي مثلا. استطاع يشتري ايفون ب7000 ها وما عنده مصحف. ليش؟ قال يريد المصحف مجانا. اذا هذا لو تعطيه المصحف مجانا يقرا فيه؟ ها؟ لا ما يقرا فيه. هذه مشكله والله اخوان. فكل من احب شيئا سعى اليه. وكل يقول ابن القيم رحمه الله قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. أدلة كثيرة. فرعون قدم محبة السلطان وقال وهذه الأنهار تجري من تحت جعلها الله تجري من فوقه. قارون قدم محبة المال عذب بماله. مفهوم؟ أنت لو تقدم محبة الله سبحانه وتعالى يبارك لك الله سبحانه وتعالى في وقتك في مالك في عمرك في كل شيء. ها شيخ أحمد نكتفي بهذا؟ والله ما أدري أنا عاد أنت من اللي عندك من البرنامج. الله يجزاك خير. أنا ما عندي مشكلة ترى بس. ها؟ كم الساعة الآن؟ 10 إذن 10 نوقف. أعطينا 10 دقائق. يلا ها أعطونا. شيخ. أنت ما سألت؟ لا ما سألت. بسم الله. شيخ في بعض الناس. أولاً إخواننا ترى ليس كلامي أنا حجة. انتبه. بعض الناس يعني خلاص يجعل كلام بعض الناس أنه حجة. كلامي ما هو حجة. أنا حجة في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الصحابة رضوان الله عليه. فهذه أمور تعرض على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة السلف. وافقت الحمد لله، ما وافقت ردها. نعم السلام الله عليك شيخ. في بعض الناس يقول ان تدعو الناس الى الاسلام مو بس تقول لا اله الا الله وان لا يشرك بالله، لا اصعب من كذا. بعض المشايخ يقول هالكلام. كيف اصعب؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ياتي اليه رجل ايش يقول له؟ قل لا اله الا الله. وقال لابي طالب يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله، صح ولا لا؟ قل لا، لازم تقول له كذا ولازم تقول له كذا وتطويل. وعندهم أكبر مركز إسلامي في دولة من الدول، أكبر مركز إسلامي، إذا جاء الرجل يريد يسلم قل لا. فكر فكر كيف فكر؟ صحيح ولا معروف هذا؟ يقول فكر 6 أشهر. طب هل هذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صنعه الصحابة رضي الله عليه. إنسان يريد يدخل في الإسلام فممكن يموت الآن. فيها قابلت في أوروبا الشرقية بوديغارد هذا ما شاء الله طول وعرض وجثة ما شاء الله. هذا يقول لي يقول والله أنا عرفت قيمة الدعوة إلى الله، أني في هذا البلد لابد أدعو إلى الله. هذا بوديغارد كان بوديغارد لخمارة يوم كان على الكفر صلى الله عليه وسلم. وابن خلدون يقول زرت أوروبا الشرقية وجدت أن بين كل خمارة وخمارة خمارة. هو يقول هذا ابن كثير ابن خلدون. فهذا كان يحرس خمارة، على اليمين خمارة وعلى اليسار خمارة، والأمام المركز الإسلامي، أمام الخمارة اللي يحرسها المركز الإسلامي. فيقول لي كل يوم أنا أحرس الخمارة وأمامي أرى المركز الإسلامي. فيوم من الأيام دخل المركز الإسلامي، صعد دخل وصعد فوق
وجاء للمسلمين ندير المركز وكذا، قال ايش عندكم هنا؟ تعرف البوتقار؟ قال عندنا اسلام. قال ايش الاسلام؟ قال اسلام كذا وكذا وكذا. قال وين النساء؟ قال النساء هنا في مصلى للنساء. قال وين الخبر؟ قال ما عندنا خبر. وين الخنزير؟ قال ما في خنزير. وين الموسيقى؟ قال ما عندنا موسيقى، عندنا قرآن، عندنا كذا، عندنا كذا. قال انا ابغى اسلم. واسلم. راجع الى زوجته، تعرف بوتقار زوجة خاف، فقال لها انا مسلم، معك خيارين، اما تدخل بالاسلام ولا مع السلامة. وبدأ يحدثها عن الاسلام، يكلمها بلين وكذا، شرح الله صدرها واسلمت. يقول بعد فترة جاءت مناسبة عند اهل الزوجة، يقول ابو الزوجة ثري، ومعروف عندهم في اوروبا ان الاباء والامهات اذا كانوا اثرياء تكون صلة من اجل يأتوا للطعام وكذا ويأخذ أمر. أما إذا كان فقير وكذا دار عجزة وخلاص انتهى الموضوع. فيقول جئنا، ويقول كانت طاولة فيها ما خاب وخسر، نعم فيها الخمر وفي الخنزير وكذا. فقل أنا ابتعد. فأبو الزوجة يقول للزوجة هذا لماذا لا يأتي ولا يجلس معنا؟ قالت هذا مسلم. قال ايش مسلم؟ قال مسلم كذا كذا. بدأت تقول قال كيف هذا عندهم في اوروبا هنا يقول هذا الكلام، يقول كيف يعيش انسان بدون خمر وبدون خنزير؟ سبحان الله، اصلا كيف يعيش بالخمر والخنزير؟ واكرمكم الله ولا البهائم ترضى بهذا والله. فالمهم فقال لها ممكن عندما أصبح مسلم يعني أذيك ويسمح أشياء عن الإسلام أنه يضرب وكذا. قالت لا، هو ما كان يضرب قبل الإسلام، فما بالك بعد الإسلام. فبدأ وجاء قال احضريه، جاءت، جاء هو وبدأ يكلم هذا الكبير في السن. فالحضور الآن بدأوا ينتبهوا أنه هذا الكبير في السن بدأ إيش يتخاصم مع هذا البوديغار. فقالوا لهذا الرجل الكبير لماذا يعني تخرب علينا الوليمة هذه وكذا، اتركه واعطينا نصيبه. وهو يقول أنا بدأت أتكلم مع هذا ويقول يسب ويرفع الصوت، يتكلم علي بكلام، ويقول أنا أقول له أنا مسلم والإسلام يأمر بحسن الخلق وأن يتأدب معك وكذا. يقول وتكلم وهو يزين يسب، يقول أنا أتكلم 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 وهذول يدافع عني الحضور، يقول خلاص اذهب. يقول بعد يعني ما استمر الكلام بيننا، قال هذا الكبير في السن يقول قال لي كيف أكون مسلم؟ يقول قاموا هؤلاء كلهم وأرادوا يحملوني يخرجوني، لكن بوتقار صارت بهم هكذا. وجئت إلى هذا قلت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وبدأت أشرح له الشهادة. يقول ويقول حاول وحاول ينطق ورائي، يقول نطق الأولى ثم نطق الثانية ورائي يردد، وقال اتركني أنا أقول الثالثة، وقالها. يقول قالها ضج المجلس وكذا، وهو بالعربي يقول تعب فأدخلوا الغرفة. يقول والله دقائق مات. يقول عرفت قيمة الدعوة، الحكمة، الصبر، الأخلاق، وأنه ما يستعمل إيش القوة في أي موضع. إذن الدعوة إلى الله أخواننا تحتاج إلى تعلق بالله قبل أن يخرج إلى الدعوة، قبل أن يخاطب إنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه ما هو ترى بجدك واجتهادك أنه تسعى لها. ولهذا حصلت القصة، قصة في أبي طالب، حتى تتعلم الأمة أن الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه وما استطاع.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.